علينا. يعني اكيد ضحكتوا من قلبكم زيي. انا يعني قبل ما اطلع هوا كنت فطسانه ضحك الحقيقه، يعني من الافيهات وان مفيش خالص يا جماعه. حلو كده اقول لكم ان احنا دايما في الافلام المصريه وخصوصا لما بيكون الفيلم كوميدي هتلاقي الناس كده دايما بتردد الافيه الاقوى في الفيلم، بيستخدموه بقى كنوع من انواع ان هم بيعبروا كده بسرعه مع بعض يعني الحاله اللي احنا عايشينها. فاكرين بقى افيه ميدو انا عايز اهرب؟ لسه سامعينه دلوقتي مع الفنان احمد حلمي. كان معاه وقتها ابن اخته كده، كان طفل صغير اسمه سيف، اكيد طبعا فاكرينه يعني عشان كان الافيه بتاعه جامد جدا. ما شاء الله سيف كبر يا جماعه، وبقى سيف اللي موجود معانا النهارده منورني في صباح البلد الفنان سيف الدين وليد. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل ولا صباح الفل؟ لا ده راحت ولا ما راحتش؟ لا راحت خلاص. راحت خلاص. كبرنا بقى. كبرنا. سيف عنده 24 سنه دلوقتي ما شاء الله، يعني كان عندك كام سنه في فيلم ميدو؟ ست سنين. كنت مستوعب يعني انت بتعمل ايه ولا الموضوع حاجات بسيطه مش كل حاجه؟ يعني كلمنا ازاي يعني خدك الفنان احمد حلمي في هو الاول انا عملت برنامج منصر لسه شايفينه البومبون. بعديها بعد ما خلصت اترشحت ان انا ابقى في فيلم ميدو مشاكل. وعملت الفيلم. والمشهد ده عامه اتعاد كتير جدا، يعني المشهد ده عملته كذا مره، سبع مرات مثلا. انا عايز اهرب. كنت عايز اهرب فتعاد سبع مرات يعني. بس ومن ساعتها بقى ترند، يعني لما كبرت شويه لقيته ترند، يعني بيروح ويرجع يروح. ايوه لا، وفكره ان طفل صغير عايز يهرب ويروح صرم السيخ يعني وعايز ارسين وفي شين، كان كل الحروف كانت ضايعه، سين وشين وكل. بس خلاص دلوقتي بقى الدنيا بقت تمام، صح؟ كنت طفل ليميت، كان واضح كده وانت في البرنامج كنت بترد وبتلامد وكده. هل ده بسبب كده خدك احمد حلمي معاه في الفيلم؟ ممكن يعني ممكن علشان كنت بتكلم يعني في سني ده، وكنت بتكلم وهزر واعمل كده، فممكن ده اللي خلاه يترشح للموضوع ده. طيب بعد ما خلصت فيلم ميدو مشاكل بقى اختفيت؟ دي حقيقة. خلاص ليه بقى كل الاختفاء ده؟ مفيش، هو انا بعد ما خلصت اللي انا عرفته ان والدي كان عايزني بعد ما اخلص اتخرج يعني اخلص جامعه اخلص مدرسه وادخل الجامعه معهد سينما. بس انا وقت ما جيت بقى بعد ما اتخرجت لقيت ان انا كنت نفسي ادخل اكاديميه بحريه، انا متخرج من اكاديميه بحريه. يعني انت دخلت كان دراستك ايه؟ كان دراستي لوجيستكس. اوكي. في اكاديميه بحريه. فقلت للموهبه دي اخد لها ورش وابتدي اسعى بعديها، بس اكون خدت شهادتي والحاجه في الكارير اللي انا بحبه. يعني ركزت الاول في دراستك بالزبط. وفي كاريرك وكده، وقلت بعد كده تيجي الموهبه. بالظبط كده. اوكي. وفعلا اتخرجت وخلصت وعملت الكارير اللي انا عايزه. فرجعت ابتديت احاول تاني انمي الموهبه دي يعني. رجعت بقى عايز رجعت اعلانات؟ رجعت عملت اعلانين. وبعد الاعلانين دول قعدت شويه، ودلوقتي بقى بحاول اخد يعني خلاص هاخد ورشه ان شاء الله وابتدي بقى اشوف كاستنج وكده عشان انت بتحب التمثيل. عايز ترجع تمثل كده؟ دي حقيقه يعني الميديا عامه بشكل. طب وبالنسبه للاكاديميه البحريه حضرتك؟ لا خلاص هقدم استقالتي عادي. عايز بقى في ثانيه عشان الفن. طب لما هو كده من الاول ما كنا اختصرنا طيب، لما البيت بقى ما حدش ساعدك يعني لا والله والدي كان بيشجعني على طول يعني، وكان بيقول لي وبيزن عليا ان انا ادخل. بس كنت عايز اخد الشهاده في الحاجه اللي انا بحبها ابقى ضامن، وبعد كده اشوف الموهبه اللي عندي او اشوف انميها بقى. بس طيب سيف لما حد بقى بيشوفك دلوقتي بيعرف ان انت سيف بتاع انا عايز اهرب اوكي في فيلم ميدو مشاكل، بيبقى ايه رد فعلهم؟ بيبقوا مصدومين اللي هو ايه ده، هو انت؟ هو انت اللي هو كل الكومنت اللي هو انت كبرتنا. انت ازاي كبرت كده؟ فاللي هو بيبقى اللي هو ازاي؟ ايوه يعني اصل احنا كنا بنتفرج على الفيلم ده، انا اسفه يعني يا سيف كنا كبار. فانك انت ما شاء الله قاعد قدامي دلوقتي عندك 24 ثانيه، يعني مش عارفه اروح فين. اعمل ايه طيب؟ لا خالص يعني اعمل ايه؟ ما الناس ليها حق بجد. انا مصدومه ليه ان انا شايفاك كده قدامي ما شاء الله، وانا كنت حلوه كده كبيره بتفرج على فيلم ميدو مشاكل يعني احنا اتفقنا انا اصغر. خلاص يعني كده كده متفقين عليه. احنا انا 18 سنه معروفه 18. يعني يا جماعه مش معقول. طيب سيف بعد كانوا اصحابك بقى وفي المدرسه وكده كانوا
كنت بتمارس عليهم بقى ان انا النجم اللي في الفيلم وكده؟ مدرسه لا، بس صحابي اللي هم الشله اللي معايا دلوقتي بيساعدوني على طول، بيساعدوني على طول وبيشجعوني على طول. يعني بيشجعوني اللي هو يلا 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 يلا. انت متواجد يا سيف على السوشيال ميديا؟ مش قوي مش قوي مش قوي. مؤثر فيها يعني؟ يعني ما عنديش على فيسبوك، ما عنديش. ما عندكش؟ قفلته. اوكي. امال ايه موضوع لو اسمك مش على تيك توك؟ تيك توك. تيك توك مهتم بيه يعني؟ بيسليني. انستجرام قافله وفيسبوك فما فيش غير تيك توك عندي. طيب وناوي بقى الورشه والحاجات دي تعملها مع مين يعني؟ في هل في بلان معينه في دماغك عايز تمشي عليها؟ في ورشتين بشوف ما بينهم وعايز اعرف يعني. انا بشوف ممثلين كتير بياكلوا وبيساعد بيدخلوا الورش دي، فانا عايز اشوف ورشه منهم كويسه وابتدي ادرس يعني. ابتدي ادرس الموضوع شويه. وشايف ان الموضوع ده لا لازم بالدراسه ولا ممكن تروح تعمل كاستنج وتقدم والموضوع يمشي معاك كده من غير اي دراسه؟ هو يعني ولا لازم تدرس؟ لا، هو اغلبيتها بتبقى موهبه، بس برضو الدراسه مطلوبه يعني. الدراسه لازم في اي طب حاجه. طب انت عندك الموهبه؟ مفروض يعني مفروض مفروض ان انا يعني عندي الموهبه. مفروض على كلام صحابي ولما مثلا بنعمل تيك توك او بتاع فبيبقى الرياكشن. بس خليني اقول لك ان تيك توك بانتشاره دلوقتي الواسع فده مصر كلها فنانين اكيد. لكن لا، انت بتعمل تيك توك بتبقى انت اللي بتتكلم ولا انت برضو بيبقى فيه؟ لا، بيبقى فيه حاجه بس ما بنزلش برضو يعني. ما بنزلش برضو؟ لا خالص. طب ليه؟ هو ده اول فيديو اصلا يعني. ده اول فيديو نزله. اللي نزل الترند ده كان اول فيديو ليا على تيك توك. واللي بتحاول تعرف الناس بيك بقى ان انت سيف اللي كنت في فيلم ميدو مشاكل، المشهد بتاعك يعني كان من المشاهد المهمه في الفيلم يعني واللي ضحكتنا جدا. بالظبط. يعني هو كان ترند وطلع فجربته وهو يعني. طب اهلك دلوقتي بقى واقفين جنبك بيساعدوك ان انت تاخد الخطوه دي؟ واخواتي بالذات كمان. واحنا كمان حبينا من صباح البلد برضو ان احنا نجيبك ونشجعك ونحفزك عشان انت موهوب وان شاء الله تكمل كده وتبقى نجم كبير كده يا رب. هنلعبك لعبه. اللعبه جاهزه معانا؟ نلعبك لعبه. يلا بينا. ماشي. هتشوف افيش الفيلم وتقولي ده فيلم ايه. اوكي. تقولي اسم الفيلم ايه. نحاول. تمام. هنشوف بقى بس ما تاخدش وقت طويل. طيب اول فيلم معانا كريم عبد العزيز. مسجون ترانزيت؟ لا، مسجون ترانزيت. فاصل. احمد عز. فاصل ونعود. فاصل ونعود. اديك نص بوينت. اوكي. فاصل ونعود للنجم الكبير كريم عبد العزيز. الفيلم اللي بعده تقلي سهله دي. كان سهله. مش فاكره. لا لا مش فاكره عشان ما اتفرجتش. لا يا راجل، عشان ما اتفرجتش. ده جديد و عارف بس ما اتفرجتش عليه. ما اتفرجتش عليه. ما اتفرجتش عليه. اللي قلب الدنيا بقى وبيتكلم عن انا عارف اللي هو بيتكلم عن الحرب بس ما اتفرجتش عليه. انا غشش يا جماعه معلش. ضيوفي ما اقدر. الممر. ممر. لا 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 مش ممكن يا سيف. مش عارف. تعالوا نشوف كده الافيش اللي بعده. نحاول. الناظر. طب بص ده بقى ده فيلم ايه؟ ناظر. الناظر. الناظر. طيب ايه الافيش؟ ايه القفشه بقى اللي في الفيلم ده؟ كانت حاجه ابو صلاح مش فاكر بس انت كداب يا ابو صلاح. كداب يا ابو صلاح. انت كداب يا ابو صلاح. برافو عليك والله. لا شاطر هو في الافيهات. يلا بقى نشوف الافيه اللي بعده. لو مش عاجبك طلقني. اوه ده انت جامد جدا. طب فيلم ايه؟ كان زكي شان. زكي شان. زكي شان. لا برافو برافو. لا فنان من يومك. انهون. انهين. انهين. انهون فعلا. صح يا سيف. صح. برافو عليك. شاطر جدا يا سيف في افيشات الافلام. وعرفت افيش واحد صح؟ عرفت افيش واحد. افيش واحد قلت لك اول اسم منه يعني. يعني مش عارفه اعمل لك ايه. اعمل لك ايه اكتر من كده؟ بس انت برافو ليك في افيشات الافلام. ايه اكتر يعني دور بتتفرج عليه دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي وتقول الله انا نفسي اوصل ابقى زي النجم ده او اعمل الدور ده دلوقتي حاليا؟ بس الخياط. بس الخياط. اتفرج له على ايه؟ منعطف خطر. انت متابع. هي بيتعرض على منصه من منصات. طيب بالنسبه لبقى علاقاتك في الفن هل ليك اصحاب فنانين ليك ما؟ لا لا خالص يعني. يا جماعه من الاخر كده سيف بدون وسائط. سيف عاوز يدخل المجال مجهوده يعني بالتالنت بتاعته بموهبته.
فانا حاسه ان انت هتوصل اللي انت عايزه يا رب، وهتبقى فنان مهم جدا يا رب، وهتبقى اجمد من باسل خياط كمان لا مؤاخذه يا باسل. طيب دي الادوار اللي انت بتحبها زي باسل خياط، وعامل دور ضابط في مسلسله الجديد منعطف خطر اللي بيتعرض على منصه من منصات الميديا. والحقيقه فعلا هو عامل رد فعل حلو جدا المسلسل، دي حقيقة، ودوره ضابط وبيدور على الحقيقه. انت بتحب دور الضابط عامه ولا دور باسل خياط وهو عامل ضابط؟ لا، دور باسل خياط وهو عامل ضابط. اوكي، يعني دور باسل خياط وهو عامل ضابط عامله حلو قوي قوي، يعني عامله حلو قوي قوي يعني. طيب قبل بقى، يعني لسه جديد المسلسل، قبليها مين كان، مين نفسك تبقى زيه من الفنانين؟ انا يعني بحب طبعا احمد كان. انت بتحب الكوميديا اكتر، بتحب التراجيدي اكتر، بتحب الدراما اكتر؟ ما فيش حد ما بيحبش الكوميديا والتراجيدي، يعني لازم كل وقت وليه حاجه. أوكي. بس ممكن ممثلين معينين، يعني كريم عبد العزيز ويوسف الشريف. الاثنين بالنسبه لي، انت تجيب يوسف شريف شويه، بصوا يا جماعه تحسوه يوسف الشريف شويه في نفسه كده، يعني هو بالنسبه لي الاثنين الاثنين بعيد خالص عن بعض، بس تمام هنعدي. يعني احنا هنا في صباح البلد بنحب نعدي لضيوف نوفل، بنحب بحب الاثنين، يعني الاثنين ده ليه ادوار وده ليه. طيب. ادوار بس انا شايفه ان انت بتحب الناس اللي ادوارها اكشن وادوارها يعني جد شويه اكتر ما هي كوميديا. اوكي، وانا عارفه طبعا انك بتحب احمد حلمي لانه اول فنان انت اشتغلت معاه. لكن انت ليك في الكوميديا ولا لا؟ مش تعمل ادوار كوميديا؟ لا ليا، يعني ليا بتفرج على حاجات كوميديا وفي حاجات كتيره بتحب تحس ان انت يعني في افلام كتيره من الكوميديا تحفه، يعني ممكن اتفرج عليها 10 و15 مره عادي. ان شاء الله تبقى فنان جامد جدا، فنان شامل، ونشوف لك اعمال كتيره ان شاء الله الفتره الجايه، وتيجي معانا برضو ضيف صباح البلد تقول للناس ان احنا جبناك قبل ما انت تبتدي اول خطواتك كده في الفن. بشكرك جدا سيف، نورتني النهارده في صباح البلد، وبشكر حضراتكم جدا. فاصل، نرجع نكمل باقي فقرات صباح البلد.